وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الستلايت من الرياض الأستاذ محمد المعدي المتحدث الرسمي باسم حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. سيد محمد، كما تعلم أن فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان لم يأتي إلا بعد جهود كبيرة في هذا المجال، أنتم في الهيئة كيف نظرتم إلى هذا الفوز؟ أولا أبارك لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ملك البحرين بفوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة، وهذا يدل أو يعطي دلالة واضحة عن الحكمة السياسية والثقل السياسي لملك البحرين ولمملكة البحرين، وحضورها المتزن والمعطاء في المحافل الدولية. البحرين التي تفوز اليوم بمجلس في مقعده مجلس حقوق الإنسان هو دليل على إنجازاتها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. دستور مملكة البحرين دستور حقوقي بامتياز، ترتكز مواده على العدالة والمساواة، لا تمييز بين المواطنين، هم متساوون في الحقوق والواجبات. أيضا مملكة البحرين اهتمت بحقوق الإنسان إيمانا منها بأهميتها، أنشأت لجان متخصصة في مجلس الشورى البحريني، في مجلس النواب مفوضية خاصة بالسجناء، كذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. إذن البحرين اليوم تحصد ما زرعته خلال السنوات الماضية من أعمال جليلة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني البحريني، أيضا المساهمة مع أشقائها في دول مجلس التعاون في جامعة الدول العربية، وكذلك أيضا في مجلس حقوق الإنسان سواء من عضوياتها السابقة أو حتى بوجودها كدولة مراقبة. البحرين اليوم هي تسعد دول الخليج كاملة، وأعتقد أنه هذا يعطي دلالة واضحة على الرغبة السياسية الجادة في الارتقاء بحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. نعم، من الرياض الأستاذ محمد المعدي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية، شكرا جزيلا لك.